شرفت بوجودكم معايا النهارده. ابتديت ازاي؟ اكتشفت نفسك ازاي؟ اول حاجه اكتشفت نفسي في الالقاء، دي اول حاجه، دي اول موهبه. كنت قاعد بقلب على وسائل التواصل الاجتماعي زي اصدقائي، فلقيت الخال عبد الرحمن الابنودي. بابايا كان قاعد جنبي وقال لي: يا ادهم، ده الخال عبد الرحمن الابنودي، احفظ له القصيده يمنى والجوت. دي اول قصيده حفظتها. هو اللي قالك احفظها؟ ايوه بابا. هو حاسس انت حبه يعني؟ يعني انا يعني الحمد لله ودني موسيقيه. وبعدين حفظتها؟ حفظتها وبقيت بطلع في ندوات. احنا نبتدي الحلقه كده بقى ونسمع يمنى والجوت. يلا. والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع متوكيف، ادي اللي يعجز في بلاد وغير اللي يعجز ضيف، هلكوك الله. شفتك مره في التلفزيون ومره وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن على كده، انا مت بقالي 100 حور. والله خايفه يا اولاد القعده للطول، مات الشيخ محمود ومات تفضى بقنديل واتباع كرمة بغبان، وانا لسه حية وباينة احيا لسه كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت وانت عجوز، خلفت يا اخوي وبنات، اما كنت بتعمل ايه طول العمر اللي فات، دلوقتي ما فوقت وجايبهم تعمل بيهم ايه. على كل اهي ريحة من ريحتك على الارض يوني صبعت، ماشي يا عبد الرحمن، اهو عشنا وطلنا منك بصة وشنة. دلوقت بس فكرت في يمنى وقلت يا عمة، حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي بتتحب، على قد ما سرقاك الغربة لكن ليك قلب، مش زي اولاد اللي نسيونا زمان. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ موهبة، موهبة جامدة، نجم. انت بتمثل حلو. انا الحمد لله ربنا انعم عليا بكذا موهبه، اول موهبه الالقاء والكتابه، وعامل ديوان اسمه امي اللي محقق اكتر مبايعه في معرض القاهره الدولي. في وسط الفخر وانت بتقول الكلام. ايوه الحمد لله. ان شاء الله اكاديمي بقى، ونبقى دكاتره بشريه باذن الله، نبقى جراحين زي الدكتور مجدي يعقوب. انت نفسك تبقى دكتور طب؟ طب طبيب يعني بجد؟ انا تخيلت ان انت عايز تتخصص في الشعر او في الفن او في التمثيل. انا عندي كذا حاجه عايزه اطلعها. اول حاجه الرياضه، هبقى سباح ولاعب كره قدم، انا بلعبهم في مركز التنميه الشبابيه بالجزيره. وتاني حاجه وهطلع ممثل سينمائي ومسرحي. هتطلع؟ انت قررت خلاص؟ انا بمثل مسرحي بس، في ان شاء الله باذن الله فيلم هيكسر الدنيا باذن الله مع المخرج الكبير حسن شمس باذن الله. اتفقت عليه خلاص؟ اتفقنا عليها. ايه بقى دورك ايه؟ بيحكي قصة حياتي والحاجات اللي انا بقابلها في عمري والحاجات قصة حياتي انا. انت بتحب بس في الشعراء الخال عبد الرحمن الابنودي فقط ولا في ناس تانية؟ لا طبعا، المتنبي صلاح جاهين والخال عبد الرحمن الابنودي، والشاعر هشام الجخ، والشاعر الكبير احمد مرسي، والشاعر محمد المساعيدي، والشاعر حسن، الشاعر حسن عبد الله، والشاعر عبد الله حسن، والشاعر فارس قطريه. كل دولت انا بحب اسمع لهم، كل واحد ليه لون مختلف وانا ليا لون برضك بحب القي بيه الاشعار بتاعتي. لا ما انت ليك لون، احنا كلنا شايفينه والجمهور شايفه وكل حاجه، احنا متاكدين من اللي انت بتقوله ده.